تأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات الإسلام والحياة. ضيفنا في هذه الحلقة هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله حياك الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا كريم. بداية نذكر الإخوة المشاهدين والمستمعين على أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. شيخنا الكريم، ربما الحدث الذي يغلب هذه الأيام هو ما يجري لأهلنا في درنا من قصف عشوائي ورماية بالأسلحة الثقيلة تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها في وسط درنا بين الأحياء بين السكان. وقد صرح العميد يحيى الأسطى بدرنا بأن هناك قوات مصرية على الأرض تقاتل أيضا مع مجرم الحرب حفتر، وهذا الحقيقة ربما هذه المأساة لم يجد هؤلاء المجرمون أي رادع لهم ليوقفهم عن هذا الظلم والتعدي. وهناك أيضا من يسأل من الإخوة بعد أن سمع كلامكم حول درنا، يقول هل يمكن أن نقوم بتنظيم صندوق لجمع تبرعات لأطفال درنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوجه نداء استغاثة ونجدة، أوجهه لكل الشرفاء ولكل الأحرار والمجاهدين والمخلصين والثوار في أنحاء ليبيا. أقول لهم: كيف طابت أنفسكم وأنتم ترون أطفال درنا ونساءها وثوارها يعتدى عليهم من قوات عدوة، قوات فرنسية، أعداؤكم في الدين، مجرمون، ظلمة، جهادهم واجب، قتالهم واجب، يعتدون على أهلكم في درنا ويحاصرونها ويقذفونها بالطائرات وبالراجمات، وكذلك من هم في حكمهم من المسلمين من الإماراتيين والمصريين وسائر الظلمة الذين هم الآن في أيدي الصهاينة، هم يحركون من قبل الصهاينة. هذا التآمر على ليبيا هو تآمر صهيوني وينفذ بأيدي مجرمة غير مسلمة وبأيدي تدعي الإسلام في بلادنا. كيف طابت لكم أنفسكم أن تسلموهم لعدوكم هكذا ولا يتحرك لكم ساكن؟ ماذا تنتظرون؟ أقول لكم وأؤكد لكم إن الظالم إذا خلص من درنة فسيتفرغ لباقي ليبيا مدينة مدينة، لا تشكون في هذا، لأن سكوتكم هذا عون للظالم.
ومن أعان ظالما سلطه الله عليه. هذه سنة الله في الأرض، كل من يعين الظلمة ويعامل إخوانه المظلومين ولا ينجدهم ولا ينصرهم فإنه سيحيق به، فإنه سينزل به ما نزل بأولئك ولا يجد نصيرا. فإن من خذل امرأ في موطن يحب نصرته فيه خذله الله تعالى في موطن يحب نصرته فيه. وهذا الخذلان بترك العون والوقوف مع أهل الذرنة والفزع لهم في دفع الظالم ودفع الصائل، هذا يستوجب النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب النار لامرأة حاصرت قطة فمنعتها من الأكل والشرب، أوجب الله لها النار. فكيف بمن يحاصر مدينة بأسرها؟ والذي يحاصر درنا الآن ليس هو فقط جنود حفتر المتعطشون للسلطة، الانقلابيون على الشرعية، المنقلبون على الشرعية، ليسوا هم وحدهم، بل كل من ينظر إليهم ويتفرج، سواء من العامة، عامة الناس في المدن الليبية كلها، أو من المسؤولين الذين هم على الكراسي ونصبهم العدو علينا، هؤلاء جميعا كلهم مسؤولون وكلهم محاصر لدرنة، كل واحد منهم محاصر لدرنة. لا يظن أحد أن الذي يحاصر درنة هم عصابات الظلم والإجرام والانقلاب في بنغازي ولا في المنطقة الشرقية، وإنما الذي يحاصر درنة كل أهل ليبيا الساكتون على الحق، سواء كانوا من المسؤولين أو من العامة. فإن السكوت سماه النبي صلى الله عليه وسلم رضا، قال صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن وإذنها صماتها. انظر، إذنها صماتها، أنتم أذنتم بحصار درنة بسكوتكم، أذنتم بحصار درنة، فأنتم محاصرون لدرنة. وبمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحاصر قوما أو يحاصر مسلما، بل من يحاصر حيوانا ويمنعه من الأكل والشرب والطعام وضرورات الحياة، فإنه يستوجب النار. وليس المحاصرة لابد أن تكون بالقتل أو بالفعل أو بممارسة الاعتداء، فإن السكوت والتخلي والسلبية، بأن يكون الإنسان سلبيا لا يفعل مستطاع، لأن كل إنسان عنده قدر من الاستطاعة يستطيع أن يفعلها، ما في أحد عاجز إلا إذا كان هو يعني أبكم أخرس عاجز، لكن كل إنسان عادة هو عنده قدرة على أن يفعل شيئا يكون فيه إيجابيا، يمنع فيه المنكر ويأمر فيه بالمعروف. فمن تخلى عن مستطاعه فإنه يسمى محاصرا، يسمى فاعلا للقتل. فإن علماء المسلمين وفقهاءنا يقولون من القواعد الذين يعني يذكرونها في كتبهم، يقولون: الترك فعل. يقول المقري رحمه الله: الترك فعل، وبه كلفنا في النهي عند المحققين. ما معنى الترك فعل؟ معنى إذا رأيت أحدا يقتل أحدا أو أحدا يحاصر أحدا وأنت عندك قدرة أنك تمنعه وإلا تفعل أي شيء يعوقه، وتركت ذلك فإنك تكون قاتلا مثله. واستدلوا على هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم. رجل عنده ماء على ماء في طريق المسلمين، منع منه ابن السبيل فعرضه بمنعه للهلاك، وبذلك استحق غضب الله بأنه لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في تعريضه للقتل أشبه قاتله، يعني لما منع من الماء وعرضه للقتل قال هو قد أشبه قاتله بعمله هذا. هذا ما يقوله أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا ويبين لنا أن من فعل ذلك استحق العقوبة، وقد تعم العقوبة كل الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم بعقاب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أمرنا أن ننصر المظلوم ولا نتخلى عنه. قالوا: كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعونه من الظلم وتأخذون على يديه، فذلك هو نصره. لا بد من الناس أن يعملوا مستطاعهم، وإلا كانوا في حكم القتلة، في حكم المحاصرين، لا يتركون إخوانهم يسلمونهم لأعداء الله. إخوانكم مستضعفون، مظلومون، محاصرون، ممنوعون من القوت، ممنوعون من الأشياء الضرورية، أطفال درنا ليل نهار في فزع وخوف وجوع وفاقة، وأنتم تنامون مع أهلكم وأولادكم في هذا الوقت، وقت الصيام والعشر الأواخر، وتنامون مرتاحي البال، لا يقلقكم شيء ولا يشغلكم شيء. قلنا: لا بد، أقل ما يجب الخروج بآلاف مؤلفة، تستنكرون هذا على الفرنسيين، تستنكرون هذا على أعدائكم. هذا تدخل أجنبي، هذا احتلال أجنبي، لا يرضاه أحد ذو مروءة، لا يرضاه مسلم أن يغزو العدو بلده ويضرب أهله ويقتلهم وهو يتفرج وينظر. كيف سمحت حكامنا، كيف سمحت لهم أنفسهم أن يسكتوا عن هذا، ويعني يركضون إلى السفراء يطلبون عندهم الحلول. فوالله السفراء لا يأتونكم إلا بمزيد من المشقة ومزيد من تعقيد الأمور وتصعيبها وإبعاد الحلول الحقيقية لمواطنيكم ولإنجاء مواطنيكم. لا يسعون أيضا في خير لبلادكم. هذا كلام الله، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ويقول تبارك وتعالى: ودوا ما عنتم. هؤلاء الذين يقتلون أطفالكم هم فرنسيون، هم أعداؤكم، ويعينهم أعداء، ويعينهم من هم في أيدي الصهاينة من الإماراتيين، ويعينهم السعوديون، ويعينهم المصريون، وأنتم تتفرجون. لكن أقول لكم وأؤكد لكم أن هذه ليست آخر معركة، معركة درنا. فإذا ما أنتم رضيتم بالمذلة ورضيتم بالهوان وسكتتم على هذا الظلم وعلى هذا العدوان الظالم الفاجر وهذا الفسوق والعصيان، فإن الدور آت على كل المدن الليبية واحدة بعد الأخرى، وإن هذه المعركة لهي امتداد لمعارك كتائب القذافي، كتائب شارع طرابلس في مصراتة، وكتائب الزنتان والمعارك التي صارت في الزنتان والتي في باب العزيزية وفي تاجورة وفي سوق الجمعة وفي ترهونة وفي الزاوية الغربية وفي كل المدن التي حاربت وقاتلت كتائب القذافي، سيأتي عليها الدور واحدة بعد الأخرى، وسنبقى هكذا نتفرج حتى يرجع كل أهل ليبيا إلى المذلة والرضا
بحكم الأجنبي والاستبداد والقهر وسلبكم من أي شيء فيه نصر لكم أو لدينكم. وهذا الذي نفعله هو جزاء وفاقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يعني ما نعانيه الآن، ما نعانيه من شدة ومن بؤس ومن غلاء في الأسعار وارتفاع الدولار ومن فقد الحاجيات ومن فقد الخدمات، ما نعانيه هذا هو عقوبة عاجلة من الله، والعقوبة الآجلة لا زالت تنتظرنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. نقص قوم المكيال والميزان، نقص المكيال والميزان ليس هو فقط في القمح وفي الشعير والقمح وميزان الأرز، بل الذي هو أشنع منه وأقبح، نقص المكيال والميزان في استيفاء الحقوق، في منع الحقوق من أصحابها. يعني عندما الإنسان يمنع صاحب حق من حقه أو يؤخره أو يطوففه فهذا نقص في المكيال والميزان. والناس الآن ماذا يصنعون بأعمالهم وماذا يصنعون بوظائفهم؟ المعلم والمعلمة التي تتغيب عن الفصل وتتعذر بأعذار قبيحة وما عنديش ما نعمل وما عنديش واجب، هذه تستحق هذه العقوبة وبسببها وبسبب غيرها. ومن يتأخر عن عمله وعن وظيفته، ومن يمنع إنسان حقه في ميراث أو في مال عام أو يظلمه أو يطفف في أي حق من الحقوق، فإن هذا يستوجب غضب الله علينا ويستوجب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني المجاعات والخوف، أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. يعني الآن انظر لعسر الناس في حياتهم، يلهثون خلف الطوابير، تركوا واجباتهم وتركوا أعمالهم وتركوا المطالبة بحقوقهم، وخذلوا وتخاذلوا واستصغروا وأذلوا، ويجلسون أمام المصارف وأمام الأماكن والطوابير الساعات الطويلة. ولكن ما طلبه الله سبحانه وتعالى منهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الظلم يتركونه، يتركون الواجبات. هذا هو التطفيف في الحقوق. ما طلبه الله منك يعني الاعتداء على ديننا والسماح بذلك هو اعتداء على حرمات الله واعتداء على حرمات المسلمين. ومن خذلهم يخذل، ويخذل في من وجوه كثيرة، منها ما نعانيه من شدة المؤونة وتعاسة الحياة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا وسلط الله عليهم عدوا من غيرهم. انظروا نرى معاني هذه الأحاديث النبوية وإعجازها واضحا يمشي بيننا. منعنا يعني حكمنا بالربا وأقررنا الربا وأكلنا الربا ومنعنا الحكم بما أنزل الله. والمؤتمر الوطني العام عندما يعني عدل القوانين وجعلها كلها تحكم بشرع الله تمالأت عليه الدول كلها وأزالته وأخرجته وأدخلت في عقولنا أن الشرعية وحكم المحكمة هذا لا يمشي في بلادنا ولا يصلح، وأن المسألة مسألة سياسية ليجعلونا نرضى ونتكلم بما يريدونه من الحكم بغير ما أنزل الله ومن تسليط الظالمين علينا. فإلى متى الناس يبقون على هذه الحال ولا يغيروا المنكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عدوكم ثم يدعو خياركم أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم
فلا يستجاب لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق أسرا. فماذا بعد هذا الكلام الصريح الواضح الذي يأمركم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمروا بالمعروف باليد وتنهوا عن المنكر باليد، تأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق أسرا، بالقوة تمنعونه من الظلم، لا تستكينوا ولا تتخاذلوا. فالله عز وجل يأخذ الجميع بعد ذلك بعقاب منه، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في صحيح عن زينب أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. الخبث هو الفجور والفسوق والمعاصي والتخاذل وترك القيام بالواجبات وترك القيام بالحقوق. بل الناس الآن ليسوا فقط يتركون القيام بالواجبات، بل يتسلطون على حرمات الله وعلى حدود الله ويعادون المسلمين ويعادون الله ورسوله. فالناس الآن نراهم في الشوارع، إذا الواحد منهم ما عادش يلقى باش يسكر يطلع في الطريق ويمشط السيارات، يأخذ السيارة ويقتل صاحبها، ويقولون إننا عملنا أمن وعملنا ترتيبات. هذه ترتيبات أمنية أتت بها الصخيرات، والذي رتبها هو باولو سويرا، هو عدوكم. ما أسسه باولو سويرا يكمله الآن الفرنسيون ويكمله الإماراتيون والمصريون وأعداؤكم. فعليكم أن تفيقوا لأنفسكم قبل أن يعمكم الهلاك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والخبث هو المعاصي والفجور والمخدرات وسب الدين والظلم والعصيان، هذا كله خبث. فإذا ما كثر وسكت الناس عنه، لكن إذا قام الناس بواجبهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وخرجوا يطالبون بحقوقهم لا يخافون في الله لومة لائم، فإن الله عز وجل قد يهلك الظالمين، ومن أمر ونهى ينجيه الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا فيما يتعلق بما يجب على كل مسلم حاكم أو محكوم في بلادنا، لا تلقوا المسؤولية على الحكام. الحكام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تكونوا يولى عليكم فإنهم منكم، فما دمتم عصاة فيكونون عصاة. لابد أن نصلح أمرنا لينصلح من ولوا علينا، ولم نخترهم وإنما فرضوا علينا، لكن لا ينصلح أمرهم إلا إذا انصلح أمركم. شكى رجل إلى علي رضي الله عنه قال: لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن في عهد أبي بكر وعمر؟ قال علي رضي الله عنه: أبو بكر وعمر كانا أميرين على مثلي، وأنا الآن أمير على مثلك. وفيما يتعلق بموضوع جمع التبرعات، يجب عليكم هذا السؤال مهم والإجابة عنه كالآتي: لابد الجهاد واجب ضد أعداء الله، ضد الفرنسيين وضد الظالمين والإماراتيين والفجار، الجهاد ضدهم واجب. من لم يستطع الجهاد بنفسه يجب أن يجاهدهم بماله، فإن الجهاد في القرآن هو بالمال وبالنفس. ولابد أن تعملوا صناديق تجمع فيها التبرعات بحيث تفك الحصار عن أطفال درنة الذين هم يجوعون، الذين هم يتألمون، الذين هم في خوف وفي فزع، وأنتم آمنون. وعليكم أن تدفعوا لهم زكواتكم، الزكاة تدفع لهم، وزكاة الفطر تدفع لهم، وزكاة المال تدفع لهم. ولابد أن تعملوا صناديق للتبرعات تجمعونها لأهل درنا المحاصرين المظلومين المحرومين
الذين هم يستغيثون وهم مسلمون مثلكم، يعني يصومون مثلكم، اعتدى عليهم ناس بغاة ظلمة متعاونين مع أعداء الله يوالون الفرنسيين ويوالون أعداء الله، لا بد أن تفكوا هذا الحصار عنهم وتساعدون بكل ما تقدرون بالمظاهرات وبالإسعاف المدني وبجمع التبرعات وبكل ما تملكون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. ربما نأخذ بعض الاتصالات إذا كان في اتصال جاهز. طيب أمال من طرابلس، تفضلي أمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله مشايخنا. أهلا وسهلا بك. تفضلي سؤالك. شيخ نبي مشاركة معكم في الموضوع ده إذا سمحت لي. في عجالة أختي كريمة. هني نبي حاجة. يعني أكثر مسؤولية تقع الآن يعني إحنا الحكام طبعا مستوردين، حكام موضوعين علينا، والدولة ما فيهاش يعني قانون ولا فيها جيش حقيقي ولا فيها شيء. أكثر ناس يعني مسؤولين عن الكلام بحق والخروج مظاهرات والتصدر الصفوف هم عمال المساجد اللي عمروا في المساجد طول الوقت، أهل السنة والجماعة الحفاظ واللي يقيموا في الصلوات واللي هيك. الآن مش وقت المساجد بس، الآن وقت الساحات ووقت الدفاع عن دارنا بالفعل. يعني إذا كان هم أهل القرآن وأهل الدين وأهل السنة الحقيقية هم يعني اللي ما تصدروش الصفوف، من بيتصدرها؟ يعني عامة الناس البسطاء هذم ديما يبوا من يقودهم عادة إلى الأمام. يعني ما نكونوش إحنا أهل السنة وأهل المذهب المالكي المضبوطين، نكونوش بين ذا المداخل ندور دين مريح وخلاص، يعني الأسلين العبادات في المساجد والزكاة وما إلى ذلك. لا، الآن وقت فعلا الساحة تصدر يكونوا هم القيادة ديما الناس عامة الناس تبي ناس يعني تدلها على الطريق وتاخذ بيدها. فالأمان الواجب يعني نشكرك ضيق الوقت. معي عبد الحكيم. عبد الحكيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبارك شيخ عبد الله، نحييك ونحيي فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن، بارك الله فيه الصادق ابن الرحمن الغرياني، ربي يطول في عمره وان شاء الله ربي يتقبل منا كلام كل اللي قالها، وهذا ان شاء الله في ميزان حسناته وكل الليبيين وشيوخنا وعارنا، وربي ياخذ لي قالها. بالنسبة للموضوع سبحان الله، هو السؤال نفسه أشداء على 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 المسلمين ورحماء على الكفار، هذا ما وصلنا له احنا تو في الوقت هذا في 2021 سبحان الله. مفروض نكون مع بعضنا ونعرف وين الحق وين الباطل، لكن اللي صاير يا شيخ عبد الله سبحان الله، تعرف في مسلسل سبحان الله جايبينها وادي الذئاب، تو ليبيا وادي الذئاب. نعم. كل واحد مجموعه، كل واحد يجي لفرصة وهذه كذا. نشكرك نشكرك عبد الحكيم، نشكرك على اتصالك. عبد الفتاح من طرابلس. عبد الفتاح السلام عليكم. شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله. حييكم حي فضيله المفتي وبارك الله فيكم على الدرر الطيب وحبكم في الله. الله يبيد من الله يا شيخ عبد الله، والكلام لكل اللي بيه ان شاء الله لن يخذلنا الله سبحانه وتعالى، وفينا الصالحون وفينا المستغفرون بالاسحار والناس النيام، وبارك الله فيكم على البرنامج. شكرا بارك الله فيك. نعم في اتصال اخر. نعم محمد من طرابلس، تفضل محمد. نعم محمد انقطع. محمد جمال من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف، تفضل سؤالك جمال. الله يبارك فيك يا شيخنا وبارك الله فيك يا شيخنا، والله لو وزعنا في صوت في الدنيا والله ربي ينصرهم بإذن الله يا رب. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتك، وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رزقك وعذابك إلى يحيى الحق. بارك الله فيك يا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. في اتصال آخر. نعم عندنا اتصال. طيب طيب نعم علي. علي منين؟ نعم انقطع. هدى من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معليش يا شيخ عبد الله، عندي ثلاث أسئلة بس بسيطة وقصيرة، ممكن لسماحة المفتي. تفضلي تفضلي. نسأل في الصلاة، صلاة الركعتين السريات في صلاة مثلا العصر أو الظهر أو العشاء، يعني هل يجوز للمأموم أن يترك قراءة سورة الفاتحة للإمام بدلا عنه؟
يجوز للمأموم ترك قراءة سورة الفاتحة قراءة ماشي في الركعتين السريات نعم وليس الجهرية. طيب حاضر. صلاة الضحى باهي هل تنقضي بانتهاء وقتها او دخول وقت الظهر ام انها تقضى لانها عبادة مستحبة يعني معروف؟ طيب. تحية المسجد نلاحظ نحن نصلوا في التهجد والعشاء وفي التراويح اللي تصير ان بعض النساء لما مثلا احيانا تدخل والامام يكون دخل في العشاء او في صلاه التهجد وبعدين يعني في انتهائها يعني يخرج بدون ان يؤدي تحية المسجد، هل يعني هذا يجوز ام هم صلوا يعني صلوا مع الامام يعني؟ في صلاة العشاء والتراويح أو في التهجد، فأحيانا تدخل ويكون الإمام دخل يعني في التهجد أو في العشاء والتراويح. طيب. فهل تحية المسجد يعني وبعد ما تنقضي الصلاة كلها فيتم الخروج يعني الرجوع إلى البيت بدون تحية المسجد، فهل هذا يعني يجوز أم يعني لازم نصليها قبل ما نطلع يعني من الجامع؟ طيب طيب شكرا أختي، يجيبك إن شاء الله الشيخ. سالم الأبيار. الأبيار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سالم. نعم. يا شيخ. نعم تفضل. طيب في سؤال انقطع المتصل، يمكن من معي؟ سالم ما زال موجود؟ سالم طيب يا سالم أعطيني سؤالك. الاتصال يقطع يا سالم، لو تحاول تتصل بطريقة أخرى أو في مكان آخر. نعم في اتصال آخر. طيب طيب شيخنا، هذه هناك سؤال متكرر دائما، لكن جاءنا الآن سؤالان فيه، وهي قضية أن التاجر لديه مليون دينار في المصرف ويملك من النقد 30,000 دينار ويريد أن يخرج زكاته، لكن لو أخرج من النقد لا يبقى له شيء لتجارته. وأيضا أخت أخرى تسأل نفس السؤال لكن ليست تاجرة، إنما هي موظفة ولديها أموال في المصرف وأيضا لها نقد في البيت، لكن تخشى لو أخرجت الزكاة من النقد لا يبقى لها شيء. أما التاجر فأقول له عليك أن تدفع من 30,000 ادفع منهم 25,000 زكاة للمليون، المليون عليه زكاة 25,000، وأنت صاحب تجارة تدر عليك الربح وسيأتيك السيولة، لأنك إذا أخلصت العمل لله وأعطيت الفقير خير ما عندك فإن الله عز وجل لن يتركك وسيعوضك، وعندك السبب لإدرار المال وهو التجارة، فلا يجوز لك أن تدفع ما دام عندك سيولة، لا يجوز لك أن تدفع الصكوك والصكوك للفقير يصب عليه تحصيلها، فأنت عليك أن تدفع من 30,000 25,000 لأنك لست مضطرا إليها، وعندك ما يغنيك، عندك مليون تجارة، مليون في التجارة، فستتحصل على السيولة ويعوضك الله خير، وهذا حق واجب وليس منا، هذا حق واجب عليك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لابد أن تدفع من 30,000 وهي موجودة عندك، فلا يجوز لك أن تخرج غيرها صكوك وغير ذلك. أما المرأة فإذا كانت هي بالفعل في حاجة مش تخوف، لأن المرأة الإنسان مرات هو مجرد أن يحرص على نفسه على نفسه ولا يهمه يعني حقوق الآخرين. الفقير هذا شريك ليك، لأن الفقهاء يقول الفقراء شركاء للأغنياء، ولا هو كالشريك لك في مالك، فلا يجوز لك أن تمنعه ما دام يمكنك أن تفعل ذلك. ولكن إذا كان بالفعل هي في حاجة شديدة وإذا دفعت لا تجد شيء وربما تضطر إلى يعني إلى أشيائها الضرورية ولا تجدها، فأقول لها ربما تفعل هكذا وهكذا، تعطي النصف من النقود الورقية وتعطي النصف من الصكوك، لكن لابد أن تحتاط لدينها لا لنفسها، الحيطة للدين هي الواجب، تحتاط لدينها وتفضل حق الفقير على نفسها إلا إذا كانت هي في حاجة شديدة لا تستطيع أن تستغني عنها. نعم جزاكم الله خيرا. معي اتصال أمل من مصراتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياكم الله شيوخنا وربي يتقبل منا ومنكم. أنا حبيت بس مصافحة عليكم شيوخنا وعيرتكم كذا شيخنا الفاضل الصادق الغرياني. نسأل الله أن ربي يثبتك يا شيخ الصادق، نسأل الله أن ربي يثبتك ويثبتنا عن قول الحق يا ربي، إن شاء الله يا ربي دائما في نصرة المظلوم يا ربي إن شاء الله. وبارك الله فيكم إن شاء الله، ربي يجزيكم علينا ألف خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ربما نعم في اتصال آخر. طيب نقف على الاتصالات، ربما هناك. شيخنا تحدث في حلقة ماضية عن قاعدة انتقال قضية لا ينتقل الحرام إلى ذمتين، وقضية فيها تفصيل ذكرت في حالات ينتقل فيها الحرام وأحيانا لا ينتقل، ولعل ذكرت أنت هنا عندك أيضا وعدت المشاهد بإضافة مزيد من التفصيل في هذه القاعدة. نعم، هو أوضح تطبيق يذكره الفقهاء في هذه المسألة، ربما دائما تذكر في مسألة من ورث مالا حراما عن الميت قبل يموت، كان يعني يمين ويسار يجلب من الحلال ومن الحرام ما يهماش، يعني يتاجر في الأشياء الحلال والأشياء الحرام، وأحيانا يمشط وأحيانا يستعمل يبيع يتعامل بالربا، وأحيانا يتعامل بعقود صحيحة وبيع وشراء حلال حله الله. فلما يموت ويترك مال مختلط من هذه الأصناف كلها الحلال والحرام، فهذا المال يصير حلالا للوارث أو لا يصير حلالا؟ فمن قال إن المال إن الحرام لا ينتقل ولا يعني يحمل على ذمتين وإنما يتحمله شخص واحد، فيقول إن الحرام هذا إثمه على الذي تحصله وباعه واشترى فيه واكتسبه بالحرام وهو المورث قبل يموت، والوارث لا شيء عليه. ومنهم من يقول لا، هذا غير جائز، فإن الحرام إذا كان حراما لا يصير حلالا بعد ذلك بانتقال اليد، ما دام أصله حرام فهذا هو يبقى حرام. ولكنهم اتفقوا جميعا، اتفق الفقهاء جميعا على أن الوارث إذا كان وصله من مورثه عين المال المحرم، يعرف أن هذا مال مغصوب، أن هذه سيارة مشطة، أن هذا السلاح مسروق، أن هذا مال مستولى عليه من المصرف، إذا كان يعرف الحلال الحرام بعينه فهذا جميعا يتفقون بأنه لا يحل للوارث، ويجب عليه إذا عرف صاحبه أن يرده إلى صاحبه، وإذا مات أن يرده إلى ورثته، وإذا لم يعرفه وجهلهم فإنه يجب عليه أن يتصدق به على خصماء مورثه، الناس الذين غصبهم المورث وكل حقهم ومشطهم وغشهم وخانهم وبعلهم بالحرام، إذا كان هو يعرفهم، إذا كان يعرفهمش ولا يعرف ورثتهم فإنه يتصدق به على الخصماء أصحاب الحقوق الذين ظلموا من قبل أبيه أو مورثه، يتصدق به عليهم. أما إذا كان المال مختلط ولم تعرف عينه وبعضه صفقات حلال وبعضه حرام وبعضه في ربا وبعضه طيب، ففي هذه المسألة علماء الحنفية يقولون إنه يحل للوارث والوزر على المورث وحده، ولكن جمهور العلماء الإمام مالك، علماء المالكية الشافعية والحنابلة يقولون إنه لا يحل للوارث، حتى هذا المال الذي هو حرام يجب على الوارث أن يجتهد وينتزع منه الحرام، إذا لم يعرف صاحبه فإنه يتصدق به ويتخلص منه في مصالح المسلمين العامة. وجمهور العلماء يقول لا يحل هذا المال للوارث ولا يصير له حلالا لأن أصله حرام. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح من حديث أنس، أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يتيم ورث خمرا، فقاله النبي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أهرقها، يعني لابد أن يتخلص منها ويهلكها.
ويكبها يبزرها، ما يجوز لاش ان لا يجوز الوارث ان ينتفع منها ولا ينتفع بثمنها. حتى انه سالها: هل اخللها له واجعلها خلا بحيث تصير حلالا؟ قال: لا، فنهاه عن ذلك. وهذا هو الصحيح، ان الحرام يعني ينتقل الى ذمه اخرى اذا كان صاحبه يعرفه انه حرام، فلا يجوز له ان يتملكه، بل يجب عليه ان يرده الى صاحبه او يتخلص منه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. معي اتصال يونس من مصراته. نعم. السلام عليكم شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. حياك الله شيخ عبد الله، تحياتنا وجزاك تخبيرنا تكبيرنا لشيخنا الفاضل، ربي يبارك فيك وربي يثبتكم على الحق. نعم. ان شاء الله يجزيكم كلنا كل خير ان شاء الله. امين امين، تفضل يا اخي. الله يجزاك خير. نعم. سؤال بسيط هو في مدى صحه الحديث الذي يقول من رفع حاجه ضعيف الى ذو سلطان ثبت الله قدمه يوم القيامه. نعم. مدى صحه هذا الحديث؟ طيب بس. طيب جزاكم كل خير ان شاء الله. وياك. سالم اخر اتصاله، سالم من سرت، تفضل. الو. تفضل سالم. نعم سالم. اهلا شيخ عبد الله، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك. ما شاء الله. تفضل. نعم يا سالم. نعم سالم. طيب سؤالك يا سالم، لو تعطيني سؤالك. سؤالي انك شيخ. طيب. ماشي يا سالم، شكرا على اتصالك. شيخنا هناك ايضا ربما هناك بعض الأسئلة شيخنا في على صفحة القناة. يسأل يقول: حكم صيام بنت تبلغ من العمر 10 سنوات وظهرت لها بعض علامات البلوغ، يقول وهي ظهور بعض الشعيرات القليلة فقط، فهل تجبر على الصيام ام لا؟ علامات البلوغ اللي هي منها انبات الشعر، المقصود به هو انبات الشعر الخشن، يبقى فيه شعر قوي وشعر خشن، ليس ما يسمى الزغب، هذا ليس من علامة البلوغ. فاذا كان هي عمرها 10 سنوات ولم ينبت عندها في العانة الشعر الخشن ولم تظهر عليها علامة اخرى مثل الحيض ولا غير ذلك، فلا يجب عليها الصيام. الصيام يجب بتحقق خروج علامة البلوغ للمرة، هو الحيض أو إنبات الشعر الخشن أو الاحتلام. نعم. جزاكم الله خير. الأخ سائل أيضا يسأل يقول: هل النخامة مفطرة؟ عند علماء الملكية ليست مفطرة، لأن النخامة هي من داخل الجسم وليست شيئا خارجا يدخل إلى الحلق ويدخل إلى الجوف، والذي يفسد الصوم هو إدخال شيء إلى الحلق أو إلى الجوف، أما ما كان من داخل الجسم نفسه فلا يفطر، كما ورد عن ابن عباس وغيره، يعني اللي يفسد الصوم هو ما دخل لا ما خرج، ما دخل من الجسم من خارجه. وعلماء الحنابلة يرون أن النخامة إذا أمكن طرحها وابتلعها صاحبها فإنها تفسد الصوم. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخت تسأل تقول: ما حكم سحب الدم في نهار رمضان؟ هذا أيضا من هذا القبيل، سحب الدم ولا الجرح لا ينقض الوضوء ولا يفطر الصائم، لأن إفطار الصائم ونقض الوضوء هو بأشياء محددة وردت في الشريعة، وليس منها يعني سحب الدم وإلا الجرح. فالصوم بما دخل لا بما خرج، كما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خير. الأخت هدى من بنغازي تسأل تقول: هل ما حكم من يترك في صلاة سرية وهو مأموم يترك قراءة سورة الفاتحة؟ قراءة سورة الفاتحة إذا كان هو مأموم فلا حرج عليه ولا شيء عليه، لأنه الفاتحة ليست واجبة، قراءة المأموم ليست واجبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أحد المأمومين يقرأ قال: ما لي أنازع القرآن، فكف الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، وإذا سواء كانت الصلاة سرية وإلا جهرية، لكن إذا كانت الصلاة سرية فيستحب للمأموم القراءة، يستحب له بدلا أن يبقى ساكتا يستحب له أن يشغل نفسه بالقراءة، قراءة الفاتحة وغيرها. وإذا كانت الصلاة جهرية فيجب عليه الإنصات والاستماع، وهذا بالاتفاق لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولا يذكر ولا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية إلا إذا سكت الإمام، إلا إذا كان الإمام يعطي سكتة في أول القراءة قبل أن يبدأ الفاتحة، يسكت قليلا ليعطي فرصة للمأموم أن يقرأ. أما إذا لم يعطي سكتة فلا تقرأ الفاتحة خلف الإمام والإمام يقرأ جهرا لمخالفته لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وصلاته صحيحة إذا لم يقرأ، وبدليل الإجماع على أن المسبوق إذا جاء مأموم مسبوق وجد إمام في الركوع والتحق به في الركوع فهو لم يقرأ الفاتحة، ومع ذلك اتفق العلماء وأجمع العلماء على أن صلاته صحيحة، فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة أو ترك قراءة الفاتحة للمأموم لا يبطل الصلاة. بارك الله فيكم. أيضا تسأل عن إذا فات وقت صلاة الضحى هل تقضى؟ صلاة الضحى يعني تصلى من بعد ارتفاع الشمس قد الرمح إلى ما قبل الزوال قبل وقوف الظل، فإذا فاتت قبل في هذا الوقت بعد ذلك لا تقضى، لأن النوافل لا يقضى منها عندنا إلا صلاة الفجر، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للراتب وعلى صلاة العصر هذا يعني هو أمر لعله خاص به صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف يعني أنه تكرر منه في قضاء النوافل فعله ذات مرة فلعله أمر خاص به، ولكن القاعدة أن النوافل لا تقضى، لا يقضى منها عند المالكية إلا صلاة الفجر، وكذلك قيام الليل من كان له من كان عنده ورد من الليل فوقته إلى طلوع الفجر، ولكن إذا فاته حتى طلع الفجر وأمكنه أن يقضيه قبل يعني أن يفوت وقت صلاة الصبح فأنه يستطيع أن يقضيه ثم يصلي الفجر ثم يصلي الصبح. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا عن تحية المسجد، تقول بعض النساء يدخلن إلى الصلاة ويصلين العشاء والتراويح ويخرجن دون أن يصلين تحية المسجد. تحية المسجد معناها أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي، هذا معناه. فإذا كان الإنسان دخل المسجد وجد الإمام يصلي العشاء ودخل معه في الصلاة فقد حصلت تحية المسجد، لأن تحية المسجد معناها أنك إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان وجد الإمام يصلي الفريضة ودخل معه بمجرد أن دخل المسجد دخل معه في الفريضة فقد أدى تحية المسجد بصلاة العشاء، وإذا دخل وجده في صلاة التراويح وبدأ معه صلاة التراويح فقد أدى تحية المسجد. المنهي عنه أن الإنسان يجلس في وقت مأذون فيه بالصلاة، ماهوش وقت نهي، يدخل المسجد والوقت ماهوش وقت نهي ويجلس هكذا من غير أن يصلي، هذا هو المنهي عنه، وهذا هو المطالب بأن يأتي بتحية خاصة ركعتين يصلي فيهم تحية المسجد. لكن لو دخل وجد صلاة قائمة والتحق بها فقد أتى بتحية المسجد، لأن تحية المسجد أنك تدخل في صلاة عندما تدخل المسجد أيا كانت هذه الصلاة. بارك الله فيكم. الأخ يسأل على صفحة القناة أن هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لكي يتزوج؟ الزواج يجوز دفع الزكاة للزواج، وخصوصا في هذا الوقت العسير وقت الصعب اللي غلت فيه الأشياء واشتدت فيه المعيشة على الناس، والشباب الآن بدأوا يهاجرون ويتركون بلادهم إلى بلاد إيطاليا وفرنسا وبريطانيا لأن العيش ضاق بهم، وهذا يسر عليه ولاة الأمر الموجودون الآن الذين هم يتصرفون في أموال المسلمين يمينا وشمالا ويؤثثون المكاتب بالملايين ويصرفون على سفرياتهم وعلى أهوائهم وعلى عائلاتهم
ويتركون شباب المسلمين والمال مال المسلمين. هذا المال هو مال الشباب، الشباب الذين الآن يتوقون إلى الزواج، ومنهم من عمره 40 ومنهم من عمره 50 ولم يقدر أن يتحصل على بيت ولا أن يتزوج. هؤلاء مسؤوليتهم في أعناق من يملكون مصرف ليبيا المركزي ويملكون التصرف في أموالهم. هذه الأموال حق لهم، مغصوبة مغتصبة منهم. عمر رضي الله تعالى عنه عندما نظم بيت المال ودون الدواوين جعل لكل مولود صغير أو كبير ذكر أو أنثى كل واحد عنده حق في بيت المال مجرد أن يولد مرتب تام، يعني سوى فيه بين الناس ويعني بالعدل، يعني يقصد بالعدل وصحيح، يعني فضل المجاهدين على القاعدين والسابقين على المتأخرين، وقال الرجل وقدمه في الإسلام والرجل وبلاه في الإسلام، لكن فعل ذلك بالعدل، جعل حقا لكل أحد في بيت المال لينجو من المساءلة، لينجو عند ربه. أما هؤلاء الذين يصرفون مليون على تأتيث مكتب ويصرفون كذا على سفرياتهم وعلى مخصصاتهم وعلى كذا، وعندما يأتون في حقوق المسلمين وحقوق يعني الجهات التي تقوم بالواجب الشرعي والديني يبخلون عليها ويمنعون حقها، فإن سؤالهم عظيم عند الله تعالى. انظر إلى دار الإفتاء يا عباد الله كيف يحاصرونها، كيف يمنعونها. لا تقول إلا الخير للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن يأتيها يسأل عن دينه تجيبه. أعطوها في عام 2016 200,000 دينار فقط لجميع مخصصاتها ومصروفاتها، ثم بعد ذلك ديوان المحاسبة لم يقصر، بدل أن يلوم الناس الذين منعوا هذه المؤسسة الدينية التي تقوم بواجب شرعي وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويقولهم كيف تمنعوه من حقها، بدل من ذلك يعني شنع بدار الإفتاء وجعلها يعني تذاك بألسنة الناس وألسنة الظالمين، وقال يعني عندهم فساد مالي وفساد إداري ويلتزمون بما لا مخصصات لهم به. ودار الإفتاء بفضل الله تعيش في تقشف وفي شفافية كاملة. الموظفون في دار الإفتاء إذا دخل عليهم زائر فإن الموظف يشتري له الشاي من جيبه، لا تقدم المكسرات ولا تقدم الحلويات ولا الشوكولاتات ولا علماءها ولا مشايخها يصرف الآلاف في تأسيس مكاتبهم. نعم. ومع ذلك تسلط عليها ديوان المحاسبة وجعلها عرضة للسوق وللمفسدين وللظلمة. نعم. أقول هذا الشاب الذي يسأل على أن حقه في الزواج، نعم يجوز أن يعطى من الزكاة للزواج، ولكن يجب أن يقتصر على القدر الضروري الذي لا بد منه. نعم. لا يسرف في الصرف على الحفلات وعلى الصلاة وعلى غير ذلك، بل على الصداق والمهر. أشكرك. يستعين على نعم. على ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، كنت معنا في هذه الحلقة. كما نشكركم يا أخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.